دائما هذا هو السؤال الذي يطرح. أنت خبير في الشأن الإيراني، تعرف تماما كيف من الممكن أن ينعكس وتنعكس الأمور على العراق إذا ما فعلا لسبب ما وصلنا إلى عودة للاتفاقية النووية. في السابق كنا نتحدث عنها كثيرا، تحدث عنها السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الذي هو طبعا حلق الآن إلى نيويورك متوجها إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرجل تحدث عودة للاتفاقية النووية أمر إيجابي بالنسبة إلينا، سيكون هنالك تهدئة، في إشارة إلى المناوشات بين الفصائل ومستشارية التحالف الدولي والقوات الأمريكية في الداخل العراقي. هل في هذا التوقيت في ظل الأزمة التي نتحدث عنها، في ظل ضربات بالقرب من الحدود العراقية هنا وهناك، هل سيكون من الأفضل لنا في العراق أن تنجح العودة للاتفاقية النووية، أم أنها قد تغير من بعض المعادلات في مواجهة التيار الصدري على سبيل المثال من قبل الإطار التنسيقي؟ لا، هي سلاح ذو حدين. شوف، عودة إيران للاتفاق النووي من جانب مهم جدا للعراق، لأنها تنظم قواعد الاشتباك مع الأمريكان، يعني وهذا حصل في عهد أوباما. لا تتذكر أستاذ أحمد، ترى الاتفاق النووي من ضمن بنود هي تنظيم قواعد الاتفاق، قواعد الاشتباك في الداخل العراقي تحديدا، لأن به بنود سرية لم تنشر، فهمت، متعلقة بدور المخابرات والقضاء، يعني تنظيم قواعد الاشتباك في الداخل، فهمت شو؟ فهذا بكل تأكيد ينعكس إيجابيا على الواقع الأمني في العراق والسياسة على حد سواء، لأنه يعني الحضور الخطاب الخارجي بالسياسة العراقية سيضعف شوية أو سيتنظم، هاي نقطة. ولكن أيضا بجانب سلبي، بمعنى أنه عودة وتأهيل إيران وحصولها على الأموال وكسر العقوبات، وطبعا هذا إيران يعني احنا شاهدناه 2015 حينما رفع جزء من العقوبات، يعني استثمرت إيران هذا الموضوع بتقوية النفوذ، يعني وأصبح نفوذها في عهد الجنرال قاسم سليماني، يعني هي الفترة الذهبية لظهور النفوذ الإيراني هي من 2015 إلى 2018، هذه 3 سنوات. فيعتقد الباحثون أن هذا بسبب فسح المجال لإيران لأنها تستثمر، لأنها تخصص الميزانيات الدفاعية. أستاذ أحمد، يمكن طلعنا أنا وياك مرة ناقشنا ميزانية حسن روحاني على سبيل المثال العام الفائت، ميزانيات مهولة، خصوصا مش المتعلقة بالأرتش، المتعلقة بالسباح، يعني مش الجيش، حرس ثوري. فهذا الأمر قد يعيد تأهيل يعني يدفع النفوذ الإيراني، والنفوذ الإيراني ينطلق من العراق، فهنا جانب سلبي، إضافة لأنه يعطي دفعة وقوة علما بالقوة التي يعني تتغذى على قوة الحرس الثوري والدفاع. فهذا الأمر، هاتان النقطتان كان بدي أن أشير لهما في موضوع. ولكن بشكل عام الاتفاق النووي الذي يعني يجب أن تغير به قواعد، صحيح يجب أن لا يبقى على 2015، لأن هناك مشكلة مع إسرائيل، هناك مشكلة مع السعودية، يعني هذه دول المنظومة العربية مش راضية عن الاتفاق بهيئته القديمة. فبايدن يريد أن يعيد، أنا أشعر به هو يريد يعني أن يجري اتفاق مؤقت، لأنه هو ينتهي بحدود تقريبا 2026، يعني المشي في 3 سنوات 4. العودة للاتفاق النووي هي مش عودة دائمة، يعني فهمت، هي عودة مرتبطة، يعني تخفيض نسب التقسيم إلى 2025، يعني بعد 2 سنين، فهمت. فكأنه اتفاق مؤقت، يعني بايدن يريد يمشي ويقنع شركاء، ولكن إذا ما يعني التزمت إيران به فبحسب وجهة نظري سيكون هناك اتفاق نووي أشمل، يعني تشترك به ممكن دول المنطقة، يعني وممكن إذا العراق استعاد عافيته وحدثت حالة استقرار داخلية ممكن يكون جزء من، كما حصل يعني الاتفاقات بين السعودية وإيران أو المفاوضات، العراق كان جزء منها يعني أو منظم منها. فالأمر يعني، ولكن حالة الهدوء طبعا إذا حصل اتفاقنا بكل تأكيد حالة هدوء المنطقة تحصل. طيب، ولكن هذه التفصيلات يجب أن نشرحها كمان.